اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والسداد والتوفيق في القول والعمل. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. اللهم لا تحرمني وأنا أدعوك، ولا تخيبني وأنا أرجوك. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وبالزيادة آمالنا. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب لكم السعادة وراحة البال والصحة والعافية بإذن الله. معايا اليوم سلطة الفاصوليا الحمراء، سلطة لذيذة جدا جدا جدا، مفيدة صحية مغذية. هي سلطة خضراء زي أي سلطة، بس بنضيف لها الفاصوليا الحمراء. طبعا سلطة الفاصوليا الحمراء بتتعمل بكذا طريقة، بس أنا عاملها لكم على طريقتي، بعملها بالطريقة دي، طريقة بسيطة جدا بس بجد لذيذة، تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم، ان شاء الله تعجبكم. يلا نشوف ايه مقاديرها وطريقتها. معايا كمية من الخس، طبعا اي كمية زي ما بتحبي وعلى حسب افراد الاسرة. كمية من الخس، عندي طماطم، عندي خيار، عندي فلفل رومي، عندي جزر، ممكن تحطي اي خضروات تاني بتحبيها، ممكن تحبي الجرجير، بس الخس فيها بيدي طعم لذيذ جدا. انا بعملها بالمكونات دي. عندي كمان فاصوليا حمراء، يعني قد نص كوباية، أو ممكن تعمليها مثلا 5 معالق، بتاخد طماطماية وخيارة وشوية من الخس وواحدة من الفلفل الرومي وواحدة من الجزر. وعندي كمان 5 معالق من الحمص اللي هي البليلة، وعندي كمان 2 معلقة من الذرة الصفراء، عندي مايونيز، وعندي عصير ليمون، وطبعا كمية من الخل ومستعرضة اللي هي الخردل. يلا نشوف مع بعض ازاي بقى الطريقة. بجيب الخس، طبعا السلطة لازم نغسلها كويس جدا، نغسلها بالمية كذا مرة، نغسلها بالمية وبعدين نحطها في الخل لمدة 5 دقايق او 10 دقايق، وتشطفيها تاني بالمية، وبعدين تبدأي بقى تقطعيها. انا بدأت بالخس وقطعته زي كده، بقطعه كبير، مش ضروري ان احنا نقطعه صغير. والخيار كمان بقسمها مثلا على 3، واقطعها بقى ايه صغير، لا هي اللي تكون صغيرة قوي علشان ما تفقدش القيمة الغذائية، ولا هي اللي تكون تقطيع كبير، يعني المهم نحس بطعمها. ولان طبعا الخيار والخس احنا عارفينه من الحاجات الخضرة، فمفيد طبعا جدا جدا، يعني كتروا منه. طبعا اللي عاملين دايت في التلاجة بيكون على طول عندنا، بناكل منه على طول لانه مفيد ولذيذ. كمان بقطع الطماطم، بحوش اللي هي اللي في النص دي بتاعتها، وبعدين اقطعها على نصين، واقطعها كذا واحدة علشان تكون يعني صغيرة شوية معايا. وطبعا زي ما بتحبوا تقطيع السلطة ازاي، في ناس بتحب تاكلها صغيرة، في ناس بتحب تاكلها تقطيعتها تكون كبيرة، يعني انا احبها متوسطة، لا هي الصغنونة جامد ولا هي الكبيرة. في سلطات بتتقطع لازم تتقطع صغيرة زي مثلا التبولة، لكن في باقي السلطات ياريت تقطعوها كبيرة علشان تستفيدوا من الفيتامينات يعني الألياف اللي فيها. هاخد برضو الجزر وهقطعه بنفس الطريقة، اعملوا تقطيعات كبيرة، تبشروه زي ما بتحبوا يعني، وأقطعه بنفس الطريقة، بيدي شوفوا ألوان السلطة. انا بحب على فكرة السلطات جدا لانها بتكون مشبعة، وياريت اللي عامل دايت او عايز يخس شوية ياخدها قبل الاكل، يعني قبل الاكل مثلا بربع ساعة، يشرب 2 كوباية من المية وياخد السلطة بعدها بربع ساعة، على بال لما يكون الغدا يكون بعدها بربع ساعة كمان، بعد السلطة بربع ساعة ياخدها بدون ملح، ويحط عليها طبعا عصير ليمون، مفيد جدا جدا. انا قطعت عليها الفلفل الاخضر، وكمان هحط عليها 2 معلقة من الذرة الصفراء،
وكمان هحط عليها 5 معالق من الحمص او 2 معالق حمص، طبعا ده بيرجع ليكم بتحبوا ايه الكمية بتكون ازاي. وطبعا هحط الفاصوليا الحمراء اللي هي السلطة معمولة ليها بأي كمية طبعا انتوا تحبوها. طبعا الفاصوليا الحمراء مفيدة، مفيدة جدا جدا. ليه؟ لأنها غنية بالألياف، بتحسن القدرات الإدراكية عند الأطفال، طبعا بتعالج الصداع النصفي، فيها زنك، كمان حلوة للي عندهم القولون العصبي، كمان فيها فيتامين جيم، بتمدينا برضو بالكالسيوم، كمان تقينا من هشاشة العظام، الزهايمر كمان حلوة ليه، حلوة لصحة العينين، حلوة لصحة الجهاز المناعي، وخصوصا احنا في الايام دي عايزين طبعا كلنا مركزين على الجهاز المناعي ازاي نهتم بيه. بتقلل كمان من الامراض الالتهابية، كمان فيها ايه، كمان بتقوي العظام علشان قلنا فيها كالسيوم، كمان فيها بروتين، بتمد الجسم بالطاقة، يعني بجد فيها فوائد كتيرة جدا جدا. لو في عندكم فاصوليا بيضة ممكن برضو كمان تحطوها. وهحط بقى 2 معالق من المايونيز، ده الصوص بتاعها، ومعلقه صغيره ايه من المستردة اللي هو الخردل، عليه رشه من الفلفل المجروش بيديها طعم حلو جدا، وشويه ملح طبعا على حسب الذوق. وهحط 2 معالق كبيره من زيت الزيتون، زيت الزيتون قيمته الغذائيه عاليه وبيدي تيست حلو جدا في السلطه، وكمان شويه من عصير الليمون وشويه من الخل. وتحركي بقى الصوص ده، ممكن لو انتوا عاملينها كده ومخليينها في التلاجة تخلوا الصوص على اخر حاجة، او ممكن كمان تحطوا الصوص. طبعا الصوص مش هيفضل كده كريمي، لا بيتجانس معاها وبينزل المية بتاعته، بيبقى طعمه حلو جدا. يعني السلطة دي بجد لو جربتوها هتحبوها، بيقدموها برا في المطاعم مع البيتزا، بيقدموها مع الدجاج المشوي. هجيب بقى 2 معالق السلطة علشان اقلبها كويس جدا، هنقلب كله ده مع بعضيه. انا عايزة طبعا الصوص اللي انا عملته ده يتقلب مع كل السلطة، يديني طعم حلو جدا، بجد لذيذة بحبها جدا. وتنفع دي كوجبة، كوجبة ممكن تحطي معاها دجاج مثلا وتاكليها زي السيزر سلات كده، بتدي طعم لذيذ جدا مع اي اكل. ممكن تعمليه مع المشويات، ممكن تاكليه مع بطاطس مثلا، يعني بجد بجد السلطة دي لذيذة جدا، انا عن نفسي بحبها. اتمنى ان انتوا تجربوها وتعجبكم، وطبعا تسيبولي ارائكم تعليقاتكم في الكومنتات تحت. هزينها طبعا بالفاصوليا الحمراء، ممكن ازينها تاني بالذرة زي ما بتحبوا، طبعا التزيين يرجع ليكم. وهزينها كمان بالفلفل الرومي يديها شكل حلو، ممكن نزين بالخيار، ممكن بالطماطم، التزيين طبعا على حسب رغبتكم. المهم نزين الطبق ونديله كده شكل حلو علشان يفتح نفس اللي بياكل، لان السلطة هي اللي بنبدأ بيها الاكل، فلازم تكون شكلها حلو علشان تعجب الكل وكمان تعجب الاطفال، لان لازم لازم نعود اطفالنا على السلطة. وزي ما قلتلكم المية ضروري جدا، وخصوصا في الايام دي لازم المية، واحنا عارفين ان تطبيقات المية في الانترنت كتير جدا، ممكن تنزلوا منها اي تطبيق علشان يذكركم بالمية، ممكن تاخدوها كل ساعة، ممكن تاخديها كل ساعة مثلا 2 كوبايات، او بلاش كل ساعة، الناس اللي بتنسى خلوها بعد مواعيد الصلاة، يعني كل ما بتصلي خلي قبل الصلاة مثلا 2 كوبايات، وبعد الصلاة كمان 2 كوبايات تاني، وبكده مش هتنسي مواعيد المية. ليه؟ لان المية مهمة، مهمة جدا جدا جدا، علشان ما يحصل لناش جفاف. كمان للناس اللي بيعملوا رجيم او بيتبعوا اي حمية، المية مشبعة جدا، بتحسي بطنك مليانة وبتحسي خلاص مش عايزة تاكلي كتير، وخصوصا قبل الاكل بنص ساعة او ربع ساعة. السلطة كمان مشبعة جدا، بتخلي الواحد مش عايز ياكل برضو كتير. كمان تاني حاجة ممكن تبدأوا بعديها بالشوربة، وبعدين طبعا بالوجبة الرئيسية، وبعدين الأكل. وأقول لكم يا رب السلطة تكون عجبتكم، وبالهنا والعافية عليكم. أتمنى الفيديو يعجبكم، وإن شاء الله إن شاء الله تجربوها وتقولي لي إن هي طلعت حلوة وعجبتكم. إذا عجبكم الفيديو متنسوش لايك، واللي مش مشترك في قناتي يشترك. بحبكم في الله، أشوفكم في فيديو جديد، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.